الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الصحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء لله أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العقيدة هي أساس الدين التي هي مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الركن الأول من أركان الإسلام. فيجب الاهتمام بها والعناية بها ومعرفتها ومعرفة ما يكون بها حتى يكون الإنسان على بصيرة وعلى عقيدة صحيحة، لأنه إذا قام الدين على أساس صحيح صار دينا قيما مقبولا عند الله جل وعلا، وإذا قام على عقيدة مهزوزة أو عقيدة مضطربة أو عقيدة فاسدة صار الدين غير صحيح وعلى غير أساس. ومن ثم كان العلماء رحمهم الله يهتمون بأمر العقيدة ولا يذكرون في بيانه في بيانها في الدروس وفي المؤلفات، ويرويها المتأخر عن المتقدم. كان الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم أي شك في ما جاء به القرآن وما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت عقيدتهم مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتريهم بهذا شك ولا توقف. ما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم اعتقدوه ودانوا به. ولم يحتاج إلى كتابة تأليف، لأن هذا شيء مسلم به، لأن هذا شيء مسلم به ومقطوع به. وكان عقيدتهم الكتاب والسنة، كانت عقيدتهم الكتاب والسنة. ثم درج على ذلك تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنه، فلم يكن هناك أخذ ورد بالعقيدة، بل كانت قضية مسلمة. وكان الكتاب الذي يرجعون إليه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ظهرت الفرق والاختلافات ودخل في الدين من لم ترسخ العقيدة في قلبه، أو دخل في الإسلام وهو يحمل بعض الأفكار المنحرفة، ونشأ في الإسلام من لا يرجع إلى القرآن ولا إلى السنة في العقيدة، وإنما يرجع إلى قواعد ومناهج حصلوها لأنفسهم، عند ذلك احتاج أئمة الإسلام
إلى بيان العقيدة الصحيحة وتحريرها وكتابتها وروايتها عن علماء الأمة، فدونوا كتب العقائد واعتنوا بها وصارت مرجعا لمن يأتي بعده من الأمة إلى أن تقوم الساعة. وهذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين وعنايته بهذا الدين، أن خير الله له حملة أمنا يبلغونه كما جاء عن الله ورسوله ويردون عنه تحريف المرسلين وتشبيه المشبهين وامتحان المرسلين، فصاروا يتوارثون هذه العقيدة خلفا عن خلف. ومن جملة السلف الصالح الذين كانوا على اعتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعقيدة التابعين، من جملتهم الأئمة الأربعة رحمهم الله: الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم من الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن هذه العقيدة وتحريرها وتعليمها للطلاب. وكان الأئمة رحمهم الله يعتنون بهذه العقيدة ويتدارسونها ويحفظونها لتلاميذهم وأبنائهم. وكتبوا فيها الكتب الكبيرة على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وردوا العقائد الباطلة والمنحرفة وبينوا زيفها وباطلها. ومنهم أئمة الحديث كإسحاق بن راهويه والإمام البخاري والإمام مسلم، أئمة الحديث، والإمام ابن خزيمة والإمام ابن قتيبة وغيرهم من أئمة الحديث وأئمة التفسير، كإمام المفسرين أبي جعفر بن جرير رحمه الله، والإمام ابن كثير، الإمام البغوي، غيرهم من أئمة التفسير الذين ساروا على هذا المنهج السليم الصادق المعقول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وألفوا في هذا المؤلفات كانوا يسمونها كتب السنة، مثل كتاب السنة مثل أبي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للخلال، كتاب الشريعة للأجري، وغير ذلك من كتب التي تعنى بأمر العقيدة وروايتها ورد الدخيل والزيد عنها. ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف هذا الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، من علماء القرن الثالث في مصر، وسمي بالطحاوي نسبة إلى بلدة بمصر. فكتب هذه العقيدة المختصرة النافعة المفيدة، وكتبت عليها شروح حوالي 7 شروح المذكور منها أو المحصور منها، لكنها لا تخلو لأن الذين ألفوها على منهج المتأخرين
فلم تخلص روحهم من مؤاخذات ومخالفة لما في عقيدة الصحاوي إلا شرحا واحدا فيما نعلم، هو شرح العز بن أبي العز رحمه الله الذي اشتهر بشرح الصحاوية، وهذا الإمام من تلاميذ ابن كثير فيما يظهر، من تلاميذ الإمام ابن كثير فيما يظهر، وقد ضمن كتابه شرحه هذا نقولات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب ابن القيم ومن كتب الأئمة، هو شرح حاضر، وكان العلماء يعتمدون عليه ويعتنون به لنقاوته وصحة معلوماته، فهو كتاب حافل وكتاب مرجع عظيم من مراجع العقيدة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والمؤلف كما ذكر ألف هذه العقيدة على مذهب أهل السنة عموما، ومنهم إمامه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، أحد الأئمة الأربعة المشهورين، وهو أقدمهم، وإنه قد أدرك التابعين وروى عن التابعين، وكذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد الشيباني صاحب أبي حنيفة وأئمة المذهب الحنفي، ذكر عقيدتهم وأنها موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة، وفي هذا رد على الذين ينتسبون إلى الحنفية في الوقت الحاضر أو في العهود المتأخرة، ينتسبون إلى الحنفية ويخالفون أبا حنيفة في العقيدة، إنما يمشون على مذهبه في الفقه فقط، على مذهبه في الفقه فقط، ويتعصبون له، أما في العقيدة فيخالفونه ويأخذون عقيدة أهل الكلام وأهل المنطق. وكذلك حدث في الشافعية متأخرين منهم يخالفون الإمام الشافعي في عقيدته، وإنما ينتسبون إليه في الفقه فقط. كذلك كثير من المالكية المتأخرين ليسوا على عقيدة الإمام مالك وقدماء المالكية، إنما هم على مذهب المتأخرين، لكنهم يأخذون من مذهب الإمام مالك الفقه فقط، وأما في العقيدة هم أصحاب طرق وأصحاب مذاهب متأخرين. ففي هذا هذه العقيدة رد على هؤلاء وأمثالهم ممن ينتسبون إلى الأئمة ويتمذهبون بمذاهب الأئمة الأربعة ويخالفونهم في العقيدة، كالأشاعرة ينتسبون إلى الإمام الحسن الأشعري في مذهبه الأول ويتركون ما تقرر أخيرا وما استقر عليه أخيرا من مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا الكتاب غير صحيح، غير صحيح، لأنهم لو كانوا على مذهب الأئمة لكانوا على عقيدتهم وكانوا على نهجهم، هذا هو المعقول والواجب. نعم.